في كل يوم 17 مرة تقرأ إيش تقول؟ تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، يهودي نصراني مجوسي وغيره. نعم نعم، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد رسول الله وكذب. فالذي لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام هو كافر، كان من كان، يهودي أو نصراني أو مجوسي. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، لما تكفرون؟ إذن من كفرهم؟ كفرهم الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم، هل معنى هذا نقتلهم؟ لا والله، نفي لهم بالعهود، نعم، نتعرض لهم بالسب وبالشتم، لا. نعم، طيب هل المسلم يغش الكافر؟ أن يضحك عليه؟ يكذب عليه؟ لا، لابد أن تنصح للكفار، تقول هذا الذي أنتم عليه الآن مخالف لما أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. أمر موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أمروا أتباعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. نخاف على الكفار من النار، نقول نحن نخاف عليكم، نحب الخير لكم وهو أن تدخلوا في دين الإسلام. نعم، لابد أن ننصح للكفار،